سيتمكن جمهور ذوي الاحتياجات السمعية والبصرية أخيراً ولأول مرة الاستمتاع بتجربة الشاشة الكبيرة والتطلع على أجمل إبداعات السينما العربية والعالمية. المبادرة هي الأولى في سلسلة المبادرات التي يقدمها مهرجان دبي السينمائي الدولي ضمن أنشطة عام الخير. جمهور ذوي الاحتياجات السمعية والبصرية يمكنه تحميل تطبيق سينما كونكت مجاناً الاستفادة من ميزات مساعدة السمع التي يقدمها التطبيق، كما يمكن للتطبيق في حالات أخرى تقديم وصف سمعي لما يعرض على الشاشة. هذا في انتظار ما ستقدمه الدورة 14 من المهرجان السينمائي الدولي الذي ستجري فعالياته في الفترة الممتدة من 6 إلى 13 ديسمبر القادم.